تمام. طب روح لك هالصوره، خد خد لك هالصوره حلوه عشانك. اي واحد ثلاثة لا وين باصل؟ باصل وين باصل؟ علي رب محمد بلعبتوا بخير شباب. انت بخير والصحة والسلامة. اجواء رمضان بخير بالجلازون الغير يا ايمن البدوي. يا زلمة شو بدك في اجواء رمضان تبع الجلازون؟ اجواء رمضان عند الحج البدوي. الحج البدوي والله عم الحج البدوي ما شاء الله عليه. ملك اليوتيوب. ملك اللايف. طبعا ولا شو يا حاج بدر؟ واحد اكيد حاج بدر اجواء رمضان معك غير، المخيم غير، مع سدو غير طبعا كمان. سدو كل عام بخير يا سدو. محمد كل عام وانتم بخير يا عم. بخير حبيبي. جود؟ هيدا جود؟ هيدا جود. كيف حالك؟ شو اخبارك؟ كل سلام. كل سلام. طب رمضان كريم. ايش؟ طلعتوا بخير؟ بخير. حكي. الله يسلمك. قديش 2 كيلو؟ ناصر كل سنة وأنت بخير. طلعتوا بخير يا ناصر. كل عام بخير وصحة. سؤال لحظة. شو رايك في اجواء رمضان اول يوم رمضان في مخيم جلازون؟ احلى اجواء الحمد لله رب العالمين. احنا هون بالمخيم عائله واحده. انت بتعرف كيف لما العائله بتجتمع شهر رمضان كل حب ومودة، وهذا فضل من رب العالمين. كل عام شعبنا الفلسطيني وامتنا الاسلاميه بألف خير، وان شاء الله هذا اخر شهر رمضان بكون للاحتلال. السنه القادمه شو بتقول للاسرى؟ نصلي في المسجد الاقصى. شو بتقول لاولادنا الاسرى موجودين في سوريا؟ ان شاء الله احنا كل اسرائيل هاي اخر سنه بتكون لها. ان شاء الله الاسرى بكونوا فطورهم منورين بيوتهم. ان شاء الله اخويا ناصر ربنا يطول عمرك. الله يسر الاسلام والمسلمين. ان شاء الله بنعد عليكم بالصحه والسلامه يا رب. هذه رجع لك يا بدوي. شو؟ ايوه خالد البدوي. بدي يكون عطب خير. بلعبت بخير. شوف يا عبد عبيد طبل وخروب وبركان ولمون وكل شيء موجود. خلي لي واحد. بلعبت بخير شباب. بس الوان كل سنين. دهشني. رمضان بدونك مش حلو. عضو في اللجنة المركزية برنامج جلسات. بدي اسالك سؤال بس بدون حرام. خليه يغني لك اغنية. تعال باشا نعمل جولة في المخيم، سوي بدكم اياها. يلا تعال كرر. نشوف اجواء رمضان اول يوم رمضان في المخيم. فرجة بنت. كلمنا عن رمضان. ابو كرم اغنية لرمضان او للاسرى او لفلسطين اي شيء. دمت يا أقصى لنا يا وصية الرسول، وعد ربي قادنا وظلام لن يزول. الله برسالك. والله كل عام والأمة الفلسطينية بخير. احكي شوي عن مخيم جلس. طب رسالك تعال يا عباد. تعال صور يا عماد. حبيبي يا عماد. يا عباد حبيبي يا عماد. شكرا يا عباد. حبيبي يا عماد. يا سيد من نزل على اليوتيوب اللي كاسحهم. انت لك شيء خاص بشي يا عيني. بدنا هدية بكرة منك. شو هي؟ بعد بجيب. طيب احنا بنصور اجواء الخير بالجنازون. لعبتوا بخير. اجواء الخير بالجنازون اول يوم في رمضان ان شاء الله رب العالمين بعد عليك بالصحة والسلامة. كل عام وانتم بخير. انا وعدتك اجي اصورك اكيد. كل عام وانتم بخير. بعد علي والصحه والسلامه. هذه اجواء رمضان خير الجلازون. اخونا علي صاحب طبعا اجمل فرق في خير الجلازون. شو بتحكي بهذا المناسب؟ كل عام وانتم بخير عم. كل عام وانتم بخير. انت بخير رمضان كريم. كل عام وانتم بخير. رمضان العظيم. الف خير. اخونا علي صاحب فرق في خير الجلازون. الله طبعا اجود انواع الخبز بعد جلازه الدور. كان حدا تقول علي لا دد بلاش بيت فيه.
بدنا شوي هيك بس الشباب اللي هذا شو بتعرف تشوفه برو بتاع بلعبتوا بخير بلعبتوا بخير شباب بلعبتوا بخير برو شو بتقول بهذه المناسبة كل عام وانت بخير والأم العربية والإسلامية وفلسطين والأسرى كل المسلمين حبيبي بلعبتوا بخير على بلعبتوا بخير بسرعة إبراهيم السلام عليكم بلعبتوا بخير مرحبا كيفك كل عام وانت كل بلعبتوا بخير كيف رمضان معك بلعبتوا بخير كل البلاد العربية والإسلامية إن شاء الله بنعاد عليهم الصحة والسلامة جميعا إن شاء الله. كيف شايف أجواء رمضان أول يوم الحمد لله خير جلسون الحمد لله يا أجواء ما شاء الله عنها الحمد لله رب العالمين الله يسعدك. السلام عليكم شباب كل عام وأنتم بخير بعد عليكم الصحة والسلامة يا رب بلعبتوا بخير حبيبي كنت خمس سنين وينك أبو جود بلعبتوا بخير انا عارف لك اصلا لا تبخير يا خير سلطان كل عام بخير سلطان لا تبخير شباب لا تبخير خير بلعبتوا بخير شباب بلعبتوا بخير الحمد لله أنا جايكم بلعبتوا بخير شباب أنت بخير صحة أبو الحمد كل عام بخير كل عام بخير بلعب عليها بالصحة والسلامة إن شاء الله شو رأيك في أجواء رمضان أول يوم في رمضان في مخيم جنازون أبو الحمد لله صلى على سيدنا محمد ما شاء الله ما شاء الله أنت بعشرة عام محمد أيوة أبو الحمد تفضل إحنا رمضان تعالوا السكعة اللي شفناها احنا رمضان والله الحمد لله هلا عم نحكي شو جديد يعني